السلام عليكم. السلام ورحمة الله مولانا. تفضل. إن أحبك في الله يا مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ليه عند حضرتك طلب وسؤال. تفضل. سؤالنا: ما صحة إن الرسول خلق من نور؟ لا يثبت. والكلام شبه النبي اصبر علي بس عشان أقرر لك هذه المسألة. هل خلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من نور؟ فالجواب لا، إنما خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما خلق سائر البشر، خلق من نطفة من مني يمنى، ويرجع أصله عليه الصلاة والسلام إلى آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام مخلوق من تراب. دل على ذلك قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. أيضا عن حديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهو حديث موضوع لا يثبت. علمت؟